One man with total control of billions of people's stolen data. All their secrets, their lives, their futures. هل من المعقول أن يدلي مارك زوكربيرغ بهذه التصريحات؟ وهل ما زالت الصورة تعبر عن 1000 كلمة؟ قد يكون هذا الفيديو هو ما استفز مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ لتخصيص 10 ملايين دولار لمحاربة المحتوى الذي تم تعديله أو توليفه والذي من المحتمل أن يضلل المشاهدين أو ما يسمى بالديب فيك. يمكن استخدام تقنية ديب فيك لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام لوغاريتمات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتظهر المشهورين أو السياسيين وهم يقولون أشياء لم يقولوها أو يفعلوا أشياء لم يفعلوها. اكتسبت هذه التكنولوجيا اهتماماً واسع النطاق لأول مرة في 2018 عندما قام الممثل الكوميدي جوردن بيل بإنشاء مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وهو يهين الرئيس دونالد ترامب في خطاب. ثم بدأت هذه التقنية تتطور بسرعة هائلة، ومن المتوقع أن يصبح تمييز الفيديوهات الحقيقية من المركبة أكثر صعوبة، وهو ما يقلق الكونغرس الأمريكي، إذ يشكل ديب فيك خطراً جديداً على الانتخابات الأمريكية وإمكانية التلاعب بالخطابات السياسية، خصوصاً وأن القوانين الحالية في أمريكا لا تجرم إنشاء مقاطع فيديو مزيفة ما لم يستخدم الفيديو المزيف لارتكاب جرائم أخرى مثل الابتزاز أو الاحتيال أو المضايقة. بالتأكيد تقنية كورال 3 يمكنها صنع فيديوهات ديب فيك منذ زمن بعيد. يمكننا أن نتلاعب بأي شيء. لوغاريتمات كورال 3 أقوى ب10 مرات من الديب فيك. الآن يمكن للتقنية اختلاق أي شخصية من جديد دون الحاجة للتركيب. في حين أن مقاطع الفيديو هذه لا تزال نادرة على الإنترنت، فإنها تشكل تحدياً كبيراً مع زيادة استخدامها وتطور التكنولوجيا خلفها. إضافة إلى فيسبوك، عمالقة الإنترنت الآخرون مثل ألفابت الشركة الأم لجوجل تقوم الآن بتدقيق المحتوى قبل الانتخابات وحظر فيديوهات ديب فيك بعد اتهامها بأنها تقوم بعرض إعلانات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قصد. في النهاية لا تصدق كل ما تسمعه أذناك، وصدق نصف ما تراه عيناك أو أقل في عصر التكنولوجيا. سمر الماشطة، العربية.